السهل الميسر بحيث لا يعلم
المتنكر في معاني اجتماع ثمار أفنائه اليابعة، تنزيل من حكيم حميد. إخواني وأخواتي، والآن تعالوا نستعرض معا هدي القرآن التي هي أقرب في المصالح التي عليها مدار الشرائع السماوية، لنرى بالميزان ونحكم ونحن في هذا المسجد من من الناس مع القرآن بالنصرة والهداية، من اهتدى بالتي هي أقرب بهداية القرآن، ومن هو ضد القرآن بالنفرة والكراهية لما اهتدى بهدي الشيطان. أما المصالح التي نتحدث عنها وسوف نتحدث في كل هذه الآيات التي ذكرناها، لنرى أن القرآن حقا يهدي التي هي أقرب، وأنه ليس كلاما نتطرق به على الناس، وإنما هو حقيقة والميزان عدل، وإن تخلف عنه أهل الإسلام لكنه هو القرآن وهو الحكم على العباد، وليس العباد هم الحكام على القرآن. هذه المصالح قد قسمها العلماء إلى ثلاثة. الأولى درء المفاسد، تجنب المفاسد التي تفسد على الناس حياتهم في الضروريات المهمة التي تقوم عليها الحياة. والثانية جلب المصالح وهو المسمى في علم الأصول الحاجيات، الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم. والثالثة الجبر على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، والمعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتنميمات. كل هذه المصالح الثلاث إخواني وأخواتي هذا فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها. فالضروريات التي هي من ضروريات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله مجموعها خمسة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس والنسل والمال والعقل. هذه المحفوظات، هذه الضروريات. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل. وقد قال العلماء ان هذه الخمسة مراعاة في كل منا، يعني في كل الديانات السماوية مراعاة في اليهودية وفي المسيحية، في صحف إبراهيم، وفي كل كتاب أنزل من عند الله. لماذا؟ لأنها كما قلنا من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله. لا ينتظم العالم إلا بانتظام هذه الضرورات. ونبدأ أولا بحفظ الدين. كيف يحفظ المسلمون دينهم؟ ونبدأ بحفظ الدين لأنه النقص المقدم على غيره.
وإنما قدمت الدينية على الأربع الأخرى لأنها منصوب أعظم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية التي هي أكمل الثمرات. محمدا هو
فلماذا تستهجنون لوالدكم وتسمونه بالإسلام؟ لماذا تتركون دينكم للغير يملي عليكم ما يشاء؟ نحن مسميهم بما سماهم به صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، لا نسميهم بالإسلام ولا نطلق عليهم نقل المسلمين، إنما هم خوارج ومارقة كما سماهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أضر المبتدعة هم هؤلاء الخوارج، هم المارقة. والقرآن الكريم هدف في هؤلاء المبتدعة من الخوارج والمارقة بالتي هي أقوى، حيث أمر بإيضاح الحجة لهم أولا وتبيين الصواب من الخطأ، هذا إن كان لهم حجة يناقشون في حجتهم، يناظرون فيما ذهبوا إليه، فإن لم يجد ذلك معهم وزاروا وأزاروا حرموا وقتلوا وقتلوا ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. نعم، إن لم يعترفوا بحجة الإسلام الصحيحة وعناية القرآن التي هي أقوى كما جاء في واضح الكتاب من غير تأويل بعيد وكما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يعترفوا بتلك الحجة فليس سوى القتال، ليس سوى البراءة منهم، أن نتبرأ منهم كما برأ الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه منه، وذلك في قول الله تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي بيان معناها والمعني بها من المبتدعة أخرج الطبراني بسند رجال الثقات بل رجاله على شرط الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما تلا هذه الآية: هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة، هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة، ضرها الله تعالى محمدا صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء. وأخرج عبد بن حميد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: هم الحرورية، يعني الخوارج الذين نزلوا الحرورات أيام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هم الخوارج. فالله قد برأ رسوله مما هم فيه، برأ رسوله من عملهم، برأ رسوله
الله عليه وآله وسلم بقتلهم وقتالهم والثناء على الجيش الذي حاورهم وتسميتهم بكلاب أهل النار. ولم تجد هذه التسمية في غير هؤلاء. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي مثل ما جاء في القرآن تماما، لأن الرسول المصطفى هو الهادي من القرآن. القرآن يهدي للتي هي أقوم، والذي يشرح التي هي أقوم، ويوضح السبيل الأقوم هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. والناس قديما يتحزنون كثيرا، وقد قال احد هؤلاء المطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا الا بالقران، اطلوا علينا القران. فقال مطرف رحمه الله تعالى ورضي عنه: والله ما نريد بالقران بدلا، لم نستخدم القران بشيء، ولكن نريد من هو أعلم القرآن منا، نريد من هو أعلم القرآن منا. فإذا كان القرآن استفتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه منزل عليه، لأنه الذي أوتي الحكمة مع الكتاب. استفتينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم الذين عايشوا وعاشوا معه وسمعوا كلامه وفهموا عنه، وكانوا أصحاب اللسان وأربابه رضوان الله تعالى عليه. كانوا أصحاب اللسان وأربابه رضوان الله تعالى عليه. إخواني وأخواتي، كما رأينا براءة في كتاب الله من هؤلاء صدرت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن أتباع محمد، فمن تبرأ منه محمد تبرأنا منه، ومن أحبه محمد أحببناه. فهل رأيتم في كتاب الله هنا أو في سنة نبيه رغم على هؤلاء الخوارج المالقة؟ هل رأيتم في كتاب الله أو في سنة نبيه رغم عنهم أم كراهية لهم وبغضا لهم وبراءة منهم؟ ما رأينا إلى البغض والبراءة؟ فلماذا لا نلتزم بالتي هي أقوم كما هذا القرآن، ونتبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إخواني وأخواتي، ونحن نرى اليوم ما يفعله خوارج العصر من الدواعش وغيرهم من المبتدعة بهذا الدين القويم، بدين الإسلام، وكيف يأمرونه بسهام دموية بقتلهم الأبرياء المسالمين في بلاد المسلمين وفي بلاد الغرب باسم الدين وحفظه. تراهم بعد هذا البيان الذي قدمناه حفظوا دين الإسلام على رسوله أن أضاعوه. كن أنت الحكم، حفظوا دين الإسلام على رسوله التي قررها الكتاب في التي هي أكبر، والتي قررها محمد صلى الله عليه وسلم.
والحديث موصول بعد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم.